بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين، وبعد. فإنه قد ورد إلينا سؤال من أخ كريم يقول: ما هي طرق إثبات دخول شهر رمضان الكريم؟ نقول وبالله التوفيق أنه يثبت دخول شهر رمضان الكريم باستطلاع الهلال، فإذا ما ثبتت رؤيته فقد بدأ الشهر، ويستطلع الهلال في بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، فإذا ما ثبتت الرؤية فقد بدأ الشهر، أما إذا لم تثبت فنكمل عدة شعبان 30 يوما، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وبهذه الطريقة يثبت أيضا دخول شهر شوال، يعني كما يثبت بهذه الطريقة بداية شهر رمضان يثبت بها كذلك نهاية شهر رمضان. والأصل هي الرؤية البصرية، ولا مانع من الاستئناس بالحساب الفلكي، ولكن الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت. ما معنى أن الحساب الفلكي ينفي ولا يثبت؟ أي أن الحساب الفلكي ينفي رؤية هلال الشهر في وقت معين تحديدا، ولكنه لا يثبت رؤية الهلال. فالحساب الفلكي يقول أنه تستحيل رؤية الهلال في هذا اليوم، ولكنه لا يقول أنه لا بد من رؤية الهلال. وعلى هذا فإذا ما ادعى قوم أنهم رأوا الهلال والحساب الفلكي يكذبهم، فيجب الأخذ بالحساب الفلكي، وذلك لأنه بالتجربة وبهذه الحسابات وبالعلوم الدقيقة ثبت أنه يستحيل ميلاد الهلال في هذا الوقت تحديدا الذي ادعوا فيه أنهم رأوا الهلال. أما إذا كان الحساب الفلكي يجيز أن يرى الهلال في هذا الوقت، فقال قوم أنهم رأوه، فلا مانع أن نأخذ بقولهم في هذه الحالة، وذلك لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي يجيز أن يرى الهلال في هذا الوقت. وفي هذا جمع بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة، سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع الشريف بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه المجامع الفقهية الإسلامية، والله سبحانه وتعالى أعلم.